موضوعنا اليوم هو كيف احول الكحول الى كاربوكسيليك اسيد، وتحديدا اسيتيك اسيد هو من ميثانول. فمونسانتو اسيتيك اسيد بروسيس انفولف تو انتر ريليشن كاتاليتيك سايكل، يعني كان يقول لك هنا عندك سايكل وهنا عندك سايكل، فيسموها انتر ريليتد كاتاليتيك سايكل. تو، احفظوا هذا المصطلح، to interrelated catalytic cycle. ويعني كان عندك cycle هون رديفة للسايكل الأساسية، هذه السايكل الأساسية، هذه هي مونسانتو كاتاليست، لكن لابد من هذا الكاتاليست، من هذه السايكل علشان تكتملها. الخطوة الأولى طبعا هذا التفاعل الأساسي للمونسانتو، تحديدا أخذ ميثانول وحوله إلى أسيتيك أسيد اللي هو حمض الخل، وهذا هو الكاتاليست تبعه بدك تحفظه. الخطوة الأولى نأخذ الميثانول نخلطها مع HI، يعني لاحظ HI هيك والميثانول هيك، يعني بيصير خلطهم هون. الآن شو يطلع منهم؟ ال H تأخذ ال OH على شكل مي باي برودكت، والميثانول تأخذ ال المثل سوري تأخذ ال I على شكل مثل أيوداي. هاي الآن أصبحت أكتيف material او active species راح تدخل مع الكاتاليست، هذا هو الكاتاليست تبعنا RH، ايوه ذرتين من اليود، هاي ذرتين من الايودايد، CO مجموعتين، ايضا عندي مجموعتين وشحنته ماينس. طبعا يا ريت لو تتابعوا الكوردينيشن نمبر والالكترونات والاكسيشن ستيت ضروري في كل خطوه. الآن شو راح يصير؟ هذا الكاتاليست راح يستقبل هذا الميثل أيودايد، مثل راح تجي على الرينيوم، واليود راح يجي أيضا عليه، فيصبح كوردينيشن 6. يعني لاحظ هذا عنده I وI، الآن هذا الI الثنتين وهذه الجديدة أو هاي الجديدة، يعني أهم شيء إنه في I جديدة، عندك ثلاثة يود بدل ثنتين وعندك مثل، لأن صار كوردينيشن 6. شو راح يصير الآن؟ راح يصير مثل مايجريشن، مثل migration، إنه المثل هاي راح تيجي على C triple bond، هاي I C triple bond O، راح تصير migration هون، وهاي راح تطلع لهم، أو هاي اللي هي راح تجيبها وهاي راح تعطي إلكتروناتها للفلس. إذا راح يصير مع C هاي، هاي C راح تصير double bond O ومثل، وتابعوها أخذناها قبل مرة الألكل migration، أخذناها قبل ما ياريت لو تراجعوا الهايدرايد مايجريشن والألكل مايجريشن مرة ثانية. الآن المثل راح تجي على هذا الكربونين، على الكربون مونوكسايد، وتحوله إلى كربونين، تمام، يصبح بهذا الشكل، كوردينيشن نزل لخمسة. في هاي الحالة أضيف السي أو، لأنه إذا أنا ضفت سي أو على هذا الميتال وعنده 6 كوردينيشن نمبر، مش هيستقبل الكربون مونوكسايد، فأنا لازم يصير عندي مثل migration على CO، ويصبح C double bond O مثل، عندها راح يستقبل CO، راح يدخل CO على RH من هون مثلا أو من أي جهة، راح يصفي عنده إيش يا جماعة؟ CO أصلي، CO جديدة هايهم، وعنده ثلاثة يود، هاي الثلاثة يود، هاي ثنتين وهاي واحدة، ثلاثة يود، رجع coordination 6. عندها شو راح يصير؟ راح ينفصل هذا المثل مع C double bond O، ينفصل على شكل مثل C double bond O I، يعني شو راح يصير؟ يعني iodide migration راح يجي لهون، وهاي الروابط راح تتكسر، وبالتالي يطلع معي مثل، هاي مثل C double bond O I، فهذه اسمها iodide migration، هيها مثل C double bond O I، ولما تطلع هاي شو يصفي معنا؟ يصفي معنا الكاتاليست الأصلي اللي هو RH عليه 2 كربون مونوكسايد هيهم، وعليه 2 يود هي. إذا رجع زي ما كان الكاتاليست، وهذا هو الأصل، وظيفة الكاتاليست إنه يحفز التفاعل دون أن يستهلك. الآن هذا المركب يتفاعل مع المي، يعني يدخل، لاحظ لما يجي السهم من هون هيك، سهم من هون، يعني هون يصير ايش؟ يصير هون تفاعل، يصير تفاعل بين ال H2O و
المثل سي دبل بوند او اي راح يطلع معاي الاتش، واحده من الاتش مع اي على شكل اتش اي، والاو اتش من هون راح يرتبط بدال اليود يصبح كاربوكسيليك اسيد، وتحديدا اسيتيك اسيد. اذا اليود هنا ما تكسر زي ما احنا بالخطوه الاولى اخذنا منه يود، يعني اخذنا منه يعني هيك كانه مش هيك، اخذنا يود ومشى هذا كلياته ها ورجع يتكون مره ثانيه. اذا لا يعتبر الاتش اي في هذه الحاله ماده متفاعله، بل يعتبر انتر ريليتد كاتاليست، يعني كاتاليست مساعد ضمني او داخلي. وكذلك المي، المي هون لما طلعت مش تعتبر ناتج، لانه انا مجرد ما طلعت ورجع التفاعل من هناك بده يكسرها وياخذ منها او اتش ويرجع الاتش لليود، وبالتالي يرجع هيدروجين ايودايد. يا ريت هذه الكاتاليست كاتاليتيك سايكل تحفظوها كويس. و مونسانتو اسيتيك اسيد بروسيس يعني هي اشتهرت جدا لانه هذا العالم حضر الاسيتيك اسيد من الميثانول بهذه الطريقه، ولكن ممكن انا اخذ اي البهاء اي كحول واحضر اي كاربوكسيليك اسيد اذا وهذا لا يعتبر سايد برودكت او باي برودكت. هذا ليه؟ لانه راح يتفاعل مع الماء راح يعطيني اسيتيك اسيد ويرجع الاتش اي يتكون مره ثانيه. تمام، اذا هذه هي مونسانتو اسيتيك اسيد. فالتفاعل زي ما احنا شايفين دخل عندي ميثانول، وهذه مهمه جدا في الكاتاليست، يعني ممكن بالامتحان نجيب لك سايكل اول مره تشوفها باسم اول مره تسمع فيه، يعني مش مونسانتو ولا ويلكنسون ولا ويكر ولا اي حد من هذول، بنقول لك فقط اكتب لنا التفاعل، شو التفاعل اللي صار بهذه السايكل. انت بدك تشوف الاسهم اللي داخله، اللي داخل هون هو ميثانول، وهون الكاتاليست صحيح دخل ولكن رد رجع تكون، وبالتالي لا يعتبر مادة متفاعلة. زي اليود هون صحيح دخل لكنه في النهاية رجع تكون، إذا لا يعتبر مادة متفاعلة. المي صحيح خرجت لكن هون تكسرت مرة أخرى، إذا لا يعتبر مادة متفاعلة. المثل أيودايد صحيح طلع هون لكن رجع تكسر ودخل هون على شكل مثل وآي، إذا المثل أيودايد أيضا لا يعتبر مادة متفاعلة أو ناتجة. إذا المادة المتفاعلة هي اللي دخلت، وهون دخل عندي CO، CO دخل على هذا الRH وبقي زي ما هو CO. الآن واللي نتج، لاحظوا هذا السهم صحيح نتج لكنه رجع تفاعل مع الماء ونتج شيء آخر، إذا الناتج تبعي هو هاي المادة مش هاي المادة. إذا هاي المادة لا تعتبر product بل تعتبر intermediate. وهون هذا انترميديت، هذا انترميديت، هذا كلها انترميديت ها، وهذا لا يعتبر ماده متفاعله قلنا لانه رجع تكون مره اخرى زي ما كان، وبالتالي ضروري جدا تتابعوا المواد اللي دخلت كلها والمواد اللي طلعت مين رجع دخل ورجع تكون زي ما كان، هذا يلغى من التفاعل. اللي دخل ميثانول وما طلعش ميثانول في اي خطوه من خطوات السايكل، اذا هاي ماده متفاعله. السي او دخل وما طلعش عندي سي او، اذا هاي ماده متفاعله. اذا التفاعل هو ميثانول مع سي او راح يعطيني مين اللي نتج، اللي نتج كله الناتج وتكسر الا هاي نتجته بقيت زي ما هي، اذا هذا هو الناتج اللي هو اسيتيك اسيد سي اتش 3 سي دبل بوند او او اتش. طيب ناخذ هذا الكاتاليتيك سايكل فور 10 سي Eastman acetic anhydride process. انتبهوا لي هاي بالله كويس، يعني هاي تكملة اللي قبلها convert ester to acetic anhydride، يعني مش تكملة خلينا نقول رديفة لها زيها، عشان هيك تخربط معها، عشان هيك ديروا بالكم انه يعني تتخربطوا بين هذا الناتج مثلا وبين المادة المتفاعلة هي هاي او مثل هاي ester، هاي ester لكن او اتش هاي حمض كربوكسيلي او كربوكسيليك اسيد. وقد تستغربوا انه انا اركز على شغلات جدا بسيطه زي هيك، بس يعني بعد ما انهي تسجيل اذكركم او ذكروني احكي لكم موقف بالامتحان المستوى ادنى مما اتكلم بكثير. طيب
convert ester to acetic anhydrous او انهيدرايد عن طريق هذا الكاتاليست اللي هو باسم هذول العلماء الاثنين واللي هو هذا نفس اللي قبل شوي RHIICOCO لكن الميكانيزم شوي مختلفة. ليش اختلفت؟ لأن الستارتنج ماتيريال اختلفت. إذا مونسانتو استخدم هذا الكاتاليست. أيضا تنسي إستمان أيضا استخدم نفس الكاتاليست ولكن مونسانتو استخدمه مع الكحول لإنتاج حمض عضوي وتنسي إيستمان استخدموا لتحويل الإستر إلى أسيتيك أنهيدروس أو أنهيدرايد. طيب الآن نركز في هذه الخطوات. نفعل LI. هذه الأشياء اللي تغيب عن بال الطالب. يعني هون أخذنا HI أصلا مش موجودة في التفاعل. الطالب يغفل عنها. هون طلع مي. الطالب يغفل عنها. فمثل هاي الشغلات انتبهوا. لا. هون مثلا راح نستخدم ليثيوم ايودايد ويرجع يتكون، احنا ما راح نشوفه في التفاعل الكلي لكنه اساسي جدا في يعني زي شعله الشعله للغاز عشان على اساس يشتغل. وهون نفس النظام، يعني هو نقطه البدايه منه، فصحيح هو ما بيدخل في التفاعل لكنه يعتبر اجنيشن. طيب الان ليثيوم ايودايد نضيفه على الاستر، شو راح يصير تفاعل بينهم؟ هون الان راح يطلع المثل من هون مع الليثيوم او اليوسري مع اليود على شكل مثل ايودايد. حلو، شو يضل معي؟ يضل معي مثل سي دبل بوند او او ماينس، يجي معها الليثيوم بلس، يصير عندي ملح. اذا عندك مثل سي دبل بوند او او ليثيوم، هاي سايد برودكت من الخطوه الاولى، تنتظر ان المثل ايودايد ويرجع بشيء جديد يتفاعل معه. طيب هذه السايكل كاملة هي مونسانتو نفسها، أعطتني هون مثل سي دبل بوند او اي، وهناك طيب أعطتني مثل سي دبل بوند او اي. إذن المثل لما يدخل على هذا الكاتاليست ما في تغيير أبدا، طلعوا هاي الخطوات. يعني هون أعطاني 6 كوردينيشن نمبر، بعدين صار مثل مايجريشن، بعدين دخل السي او، بعدين صار ليثيوم مايجريشن، هناك نفس النظام مثل ايودايد دخل صار 6 كوردينيشن نمبر، بعدين صار مثل مايجريشن، بعدين دخل سي او، بعدين صار ليثيوم مايجريشن واعطتني هاي الماده. قبل شوي كان هنا السايد برودكت هو ماي H2O، فنكسر ال H2O ناخذ H مع اليود يعطينا HI. الان هذا المركب بدي اكسره، بس شو بدي اكسر فيه؟ راح اكسر الليثيوم. الليثيوم مع اليود راح يرجع الليثيوم ايودايد، والباقي هذا اللي هو زي قبل شوي مكان او اتش راح يلتصق هون، وبالتالي هاي المثل سي دبل بوند او اللي اجت من السايد برودكت من هذا السايكل كله، ومثل سي دبل بوند او او راح تجي من تحت. اذا هذا الاشي هو الجديد بدل من مين؟ بدل من او اتش في الخطوه هاي، بدل من مين؟ بدل او اتش. يعني هون المي اعطتني اتش بلس طلع اتش اي واعطتني او اتش التصقت هون. هذا المركب مش مي، هذا المركب مثل سي دبل بوند او او ليثيوم، راح يروح الليثيوم ويجي الباقي من تحت فيعطينا هذا المركب اللي اسمه اسيتيك انهايدرايد. اسيتيك انهايدرايد، وهذا طبعا ماده جدا مهمه في الكيمياء العضويه ولها تطبيقات كبيره وشاسعه. لحد هنا تقريبا انهينا السايكل تاعت الكاتاليست. خليني اوقف التسجيل واشوف الباقي.